تبقى قد الدنيا. تعالوا بقى نروح للطفل المسكين الشهيد رزق احمد عبعاطي. انا مش عاوز اقرا اللي خاله كاتبه. هو الحمد لله الطفل ده اللي قتلوه الحكومة المصرية أمرت عليهم، وبني هلال في إدفه ساعده رجال الشرطة لحد ما جابوا الجناة، بس لسه القضية فيها كتير. القضية مش هاخدها كقضية جنائية، أنا هاخدها قضية مجتمعية. لما طفل يبقى عنده 14 سنة أنا مش هعرض صورته، مش هقدر. رزق أحمد عبعاطي عبد العاطي دي 14 سنة عايش في الحاجر في إدفو في أسوان، في مركز إدفو أسوان، عنده 14 سنة في تانية إعدادي أزهر. بيصحى الفجر لحد الساعة 10 الصبح عشان يلحق المدرسة، بيركب توك توك المكشوف اللي بيسموه تروسيكل عشان يروح ب 10 جنيه يساعد أبوه وأمه، لأن هو عنده أربع إخوات بنات. يقوم الظلمة يقول له هنديك فلوس تروح مكان يقربوا المياه، يوصلهم مكان يعني، واغرب المال. هو طفل راح يوصلهم يقتلوه ويضربوه. حاول يدافع بس القطرة زي ما خاله كاتب بتغلب الشجاعة. القطرة على طفل مكانه المدرسة. سامعين يا نوابنا ولا مش سامعين؟ اسمعوا بقى، الطفل ده مكانه المدرسة مش مكانه توك توك ولا تروسيك. عشان يروح المدرسة الظهر في الطريق بين إدفو والحاجر قتلوه. ربنا نزع من قلوبهم الرحمة وما اكتفوش بكده، كمان حطوا الجثة بتاعته جنب الترعة شرق نقطة مرور إدفو، وخدوا التوك توك ومشوا عشان يشتروا بيه تذكرة هلوين ولا عشان يشربوا بقى زفت مخدرات. يقتلوا طفل كل ذنبه في الدنيا ان هو طلع راجل. بس بجد الطفل رزقي ده بعد كل اللي سمعت عنه من كل اهل اسوان عاش راجل ومات راجل، لا مات شهيد، وان شاء الله مش هنسيب حقه وربنا هيقتص له من القتلة الظلمة الفجرة، وان شاء الله دنيا واخرة. حقك يا رزق راجح يا رب. النهارده نكون كنا ضيوف خفاف عليكم، احنا لسه جايين من السفر ولسه تعبانين، وبجد نفسنا نروح.